السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم وصفه الكوفريت كتجي رائعه ومقرمشه وهشه، وان شاء الله غتجربوها وغتعجبكم وغتعجب الاطفال ديالكم. يلا ندوزو تحضير الوصفه. المقادير كالتالي: عندنا جوج بيضات على درجات حراره الغرفه، كنضيفو ليهم 75 غرام ديال السكر سنيده، وكنقومو بمزج الخليط. كنضيفو النكهة ديال الفاني باش كيهبسني داك الجهد ديال البيض، ونعاود نحركو مزيان حتى نحسو بالخليط تاعنا جالس. كنضيفو 100 غرام ديال الزبدة ذائبة، ونقومو بالتحريك معانا. إضافة إلى نصف لتر حليب، ونقوم بمزج الخليط جيدا، ومن ثم نقوم بقريصة ديال الملح، وآخر حاجة 300 غرام ديال الدقيق و 10 غرام ديال الخميرة الحلوة، ونقوم بخلط جميع المكونات. إلى حسينا بالخليط ديالنا جانا سائل شوية أو جا فخو، نضيفو ليه واحد جوج معلقات ديال الدقيق باش يتجمع لينا شوية، مخصوش يجي سائل بزاف، حيت كاين الدقيق على حسب، كاين اللي كيشرب كاين لا. وقال لك واحد المثال: زيد الماء زيد دقيق. وان شاء الله ندوزو تحضير هاد الكوفريت. وهكا نخليو الخليط ديالنا يرتاح واحد المده ديال ربع ساعه، نغطيوه بالسلوفان، ومن بعد نرجعو ليه ونقوموا بالطهي ديالو في الآلة الخاصة بالكوفريت. ايه الحمد لله، ها الكوفريت تاعنا وجد، كيجي رائع وزوين وعش، وان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم، وبالاخص الاطفال الصغار كيحمقوا عليه بزاف.
نقدروا نعملوا له سكر كلاصي او لا نوتيلا شوكولا او لا صوص شوكولا او اي حاجه تنسمينا داك الكوفيت. ايوا ما خشاي واحد الليمونات قهيوه رائعه سخونه ودافيه وصيغتو مع هاد الجو ديال الشتاء من السماء، وان شاء الله تنتوما تشربوا وتغطوا علينا الخبر، وكنتمنوا ان شاء الله يعجبكم هاد الديسير هذا. يمكن انكم تحطوه في الصباح في وجبه الفطور او وجبه الكوتي العشيه، وان شاء الله تشربوا ويعجبكم ويعجب الوليدات ديالكم. وما تبخلوش علينا بابوني وبالتعليقات والضغط على الجرس، وان شاء الله دائما دائما جديد غيكون ان شاء الله، ومازال شهيوات ومازال اطباق جاي ان شاء الله في الطريق. كنشكركم بزاف وعلى التواجد تاعكم معنا، وفي فرصه ان شاء الله قادمه وجبه اخرى سهله وخفيفه. كان معكم ماهر الطرق، مع السلامة.